طيب ولسه بنكمل معاكم بقيه فقراتنا، وطبعا النهارده يعني فقرتنا المعتاده مع المستشار احمد فوزي والفقره القانونيه. والنهارده بقى هنتكلم معاكم يعني في موضوعات برضو خاصه بشكل كبير جدا عن الشق الخاص بقى بتنفيذ الاحكام وايضا برضو انقضاء الدعوه الجنائيه وغيرها من الحاجات الخاصه شويه بالقانون بقى، ايه ممكن نقول عليه يعني الشق الجنائي والمدني، ولا هو هنا في اختلاف؟ استاذ احمد اكتر حد هيرد علينا. اخبارك يا استاذ احمد؟ ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله كويس؟ كله بخير. طيب يعني دايما بنسمع عن ان تنفيذ الاحكام لابد من نفاذها، هي لازم كل حكم بيطلع بيبقى واجب النفاذ؟ خلينا نقول لا، مش كل حكم بيطلع واجب النفاذ. القانون اشترط احكام معينه هي واجبة النفاذ. ندي مثال، احكام السرقه احكام واجبه النفاذ. يعني ايه حكم واجب النفاذ؟ يعني حكم بيتم تنفيذه بمجرد صدوره من محكمه اول درجه. يعني مش حكم نهائي، حكم اول درجه، حكم بينفذ. زي جريمه السرقه زي ما قلنا، زي الاحكام اللي صادره على شخص ليس له محل اقامه في مصر، زي الاحكام اللي صادره بالغرامات. اي نص في القانون يشترط ان يكون العقوبه واجبه النفاذ تنفذ. ودي بنتكلم على العقوبات الجنائيه اللي فيها حبس، مش المدني. امال ايه بقى؟ المدني حاجه والجنائي حاجه. اديك مثال نربط بين الاثنين. يعني في المدني زي احكام النفقات، احوال الشخصيه، حكم النفقه من اول درجه واجب النفاذ. يعني الست في حكم اول درجه لو خدت حكم اول درجه تنفذ على دخل جوزها لحين الحكم النهائي، لحين الحكم النهائي، عشان تقدر تقدر تروح واخد الحكم ده وتروح بيه شغله وتنفذ عليه من اول درجه. تمام. ده بالنسبه للمدني. لا، بالنسبه للجنائي نفس القصه. انت النهارده لما تاخد حكم، حد ياخد حكم جنائي، تمام، حكم الجنائي المفروض يا اما كان حاضر فيه في اول درجه فيعمل استئناف، لو مش حاضر بيعمل حاجه اسمها معارضه. يعني لو الحكم ده صدر غيابي بيعمل حاجه اسمها معارضه. تمام. الاحكام الواجبه النفاذ بمجرد صدورها هي واجبه النفاذ في وقتها على طول، على طول. يعني واجبه النفاذ. فده مفهوم الحكم اللي واجب النفاذ، ان القانون نفسه ارتقى ان نظرا لخطوره هذا العمل واجرامه هو حكم واجب النفاذ من اول درجه. ممكن تاخد براءه في الاستئناف. يعني انت خدت واحد، خدت او حكم سرقه في اول درجه، ممكن العقوبه تقل شويه او ياخد منها بعد كده براءه على حسب الادله بتاعتك. شوف عقوبه اول درجه، واحد خد مثلا 3 سنين راح يستأنف الحكم. هنا ما ينفعش، هنا واجب النفاذ من اول درجه، يروح الاستئناف يستأنف، ممكن يتخفض، ممكن يطلع براءه، ممكن يعني يأيده، هو ما يقدرش يزود. يعني دايما احكام لا، وهنا ممكن لا يضر طعم بطعم. وهنا ممكن يكون واجب النفاذ مع ايقاف التنفيذ؟ لا، امال ايه؟ ما هو شوف، جميع الاحكام، تمام، القاضي بيحصل ايه في حكم اول درجه؟ يجي يقول لك ايه، حكمت المحكمه مثلا بسنه وكفاله 1000 جنيه. الكفاله دي عشان توقف التنفيذ، لكن هناك احكام تصدر، منطوق الحكم يصدر، حكمت المحكمه ب3 سنين مع النفاذ، كده خلاص لازم ينفذ. هنا بتفرق مع الاشغال او مع لا لا لا، النفاذ غير الاشغال مختلفه. طبعا. في ايه؟ لا، ده حاجه وده حاجه. احنا النفاذ اللي هو ايه، انك تتمسك حتى لو الحكم مش نهائي. في باقي الاحكام الجنائيه اللي ما فيهاش وجوب النفاذ، تمام، ينفع يبقى عليك حكم تستأنف وانت بره وعايش حياتك بره، وتستأنف، وفي الاستئناف هو بقى نبقى قدام حكم نهائي ولا الحكم ده تعدل. تمام. يعني لازم نشرح حتة ده، هي معقدة سنة بالنسبة للي مش قانوني. يعني ايه حكم
الاحكام الجنائيه واللي تهم الناس كتير جدا في الحاجات اللي زي دي، ايه صلات الامانه، قائمه المنقولات الزوجيه، جنحه الضرب، جنحه السرقه، جنح الشيكات، دي كلها تندرج تحت الكلام اللي احنا بنقوله. تمام تمام. القضايا دي بتمشي ازاي عشان الناس تبقى فاهماها وتبقى عارفه ايه تسلسلها. القضيه دي انت امر من الاثنين، جنحه السب والقذف من الجرائم، جنحه اساءه استخدام وسائل الاتصالات. تمام. الجنح دي باستثناء وسائل الاتصالات لانها جنحه لازم تتم بطريقه معينه، باقي الجنح اللي احنا بنتكلم عنها جنحه خيانه امان، اللي معاه ايصال الامانه، انا كاتب لحضرتك ايصال الامانه، انت ممكن ترفعها ازاي؟ يا اما تروح عند محامي يرفع لك عريضه على طول، تمام، يا اما تروح تعمل بيها محضر في اسم الشرطه. تمام. لو عملت محضر فيها باسم الشرطه، ايه فايدته، ايه فايده انك تعمل دي او دي؟ لو رفعت قضيه بدعوه مباشره، قلت للمحامي خد ارفع لي بكره عريضه في المحكمه وحدد جلسه على طول، ولا تروح تعمل محضر في اسم الشرطه؟ انا بميل لمحضر في اسم الشرطه. ليه؟ لان محضر في اسم الشرطه في الاستئناف لازم المتهم يحضر بشخصه، يعني لازم المتهم في اللحظه دي يبقى حاضر بشخصه. طب لو العكس، محضر عن طريق المحامي بعريضه، تمام، احنا دي اسمها دعوه مباشره ودعوه غير مباشره، بس احنا بنقصها هنا، يجوز في الاستئناف المحامي يحضر مكانه. بتفرق طبعا، انت بتزنق خصمك او بتزنق المتهم. تمام. ليه؟ انت ليك شيك، الراجل النهارده لو عارف ان الشيك ده هيعمل استئناف، لو المتهم ما حضرش في الاستئناف وانت عاملها عن طريق تحرير محضر في اسم الشرطه والمحامي راح، القاضي هيقول للمحامي حضرتك جاي تعمل ايه من غير المتهم؟ طب يا فندم انا عايز اقول كلمه. يا باشا ما بسمعكش، يا فندم ما بسمعش، ما ينفعش يحضر. يعني المحامي، تمام، اللي بيبقى فاهم قانون ما 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 ما, ما يغلس على شخصه هو ونفسه، بيحرجش نفسه، هو عارف الاطار القانوني اللي المفروض يعني فما يقدرش فيه. فلازم المتهم. فشوف دي ميزتها في ايه، انك بتخلي خصمك لو حضر قدامه حل من الاثنين، تنفيذ العقوبه ياخد، اصل لو خد حكم، اصل الجنائي ايه، جلسه والتانية مفيش مش بتطول قوي مده كبيره، لا الجنائي سريع جدا. يعني ممكن يحضر في جلسه جرح مستأنف المتهم، القاضي هيقول له مثلا قرار اخر الجلسه، اخر الجلسه ده يا اما براءه يا اما في الحبس. فهنا لو انت معاك ايصال امانه او شيك لن تجرؤ تروح المحكمه الا اذا كنت انت مستبيع، ده موضوع تاني، او هتدفع او لا، ما انت بتكون مخلص قبل ما انت تروح، عشان انت لو حاضر قدام القاضي انت لسه هتقول له يعني حق، لا انت اوكي اقصى حاجه. ما هنا برضو استاذ احمد، يعني ما هنا ممكن في بعض بيتعنت، يعني من مين قصدك؟ الاشخاص مين؟ بعضها، يعني ايه اقصد ايه؟ هنا حد ليه فلوس، ليه ايصال امانه، حلو، ممكن الموضوع تصاعد بشكل كبير جدا، مش عايز ياخد منه فلوس وعايز يعني يحبسه، لا مثلا. بسيطة جدا، هل هنا من حق نحلها لك الطرف الاخر بدون بقى ايه الحلول اللي هو مع بعضهم روح المحكمة احلها لك هنا ساعة. المحكمة بتقول له انت معاك المبلغ ده ولا لا، ولا هنا المحكمة بره الموضوع؟ المحكمة بره الموضوع، المحكمة بتطبق قانون، هي المحكمة عايزة تعرف. طب ما مش عايز اخد الفلوس مني مثلا، احلها لحضرتك ولا ما فيهاش اي مشكلة. تمام. ان شاء الله حلها كالاتي، جيت يا استاذ احمد خد فلوسك، حلو، انت قلت لي لا انا ليا 100,000 هاخدهم 200 ان عجبك، والايصال مكتوب في مثلا 100 لا ما انا ملتزم بالايصال. تمام. حتى لو انت الحقيقي ليك 50 انا ملتزم بالايصال، كويس، او بالشيك. تمام. اجي اودعهم لك واعمل لك انذار عرض بيهم رسمي قانوني، واخد للقاضي وانا رايح في جرح يا فندم اهو، وهو لو رفض استلامهم هيجي له محضر بيهم رسمي يقول له خد يا عم الفلوس اهي بتاعتك، رفضت تستلمهم هيتودع له في خزينه المحكمه، والمحضر هيعمل لك ايصال بايداعهم في خزينه المحكمه. هتقدم الايصال ده للقاضي تقول له يا فندم موجودين، أنا النهارده دفعت له الفلوس وما رضاش ياخدهم، فانا بودعهم له في خزينه المحكمه، وتودعوا له في خزينه المحكمه والدين كده، هيدي له هنا ايقاف تنفيذ للعقوبه. ايقاف تنفيذ؟ ما يدوش براءه. ليه؟ ليه؟ لان الجريمه وقعت
وما يدوش انقضاء بالتصاعد. طب هنا القضية شغالة، يعني اقصد ان هو مع ايقاف التنفيذ، لكن هنا هيفضل في حكم عليه. ايه مع ايقاف تنفيذ؟ طب ما الواحد دفع الفلوس. ما خلاص، ما هو الحكم وقف أيوة التنفيذ. ايوه، طب ما هنا برضو دي يعني احنا بنتكلم بصوت عالي. حاضر. هنا احنا بنتكلم في النفوس، ممكن تبقى في نفوس سوية ونفوس غير سوية. تمام. لكن هنا بنوصل للمرحلة النهائية، خلاص الفلوس جت. تمام. تم دفعها في خزينة المحكمة. تمام. ليه هنا بناخد الإطار إن ما يحصلش إن هو ياخد براءة؟ ليه بياخد هنا مع إيقاف التنفيذ؟ حاضر. يعني يبقى دفع الفلوس وكمان عليه قضية موجودة، هي يعني مندرجة على السيستم برضه على ما أعتقد، صح؟ اللي ولا بتختلف؟ هي إيه؟ اللي هي إيقاف التنفيذ؟ آه؟ ملهاش علاقة؟ لا لا ملهاش علاقة. إن هو في يوم من الأيام ما يبقاش باين عليه إن هو عليه مشكلة. مش مطلوب إنه يتنفذ، محدش هيعترضه ولا يقول له تنفذ. لكن في فيش والتشبيه بتاعه ولا لا؟ ما يطلعش فيش والتشبيه، ما يطلعش. أنا مش عايز أقول لك بيطلع إزاي عشان بس ما تساعدش الناس. لا أقصد إن هو هنا يعني دي مش بتبقى قضية لا لا عليه. ولا تبان على الفيش والتشبيه. أمال أقصد إن هي ليه مع إيقاف التنفيذ مش براءة؟ هقول لسعادتك ليه؟ لأن القانون الجنائي هنا بيقول إيه؟ متى تتحقق الجريمة؟ وقت ارتكابها. تمام. أنت بالفعل ارتكبت الجريمة، امتنعت انك جيت بعد كده. تمام. ده المشرع هنا يعني التمس بيك الرأفة وادالك ايقاف تنفيذ، لانك اصل الجريمة ارتكبت امتى؟ ترتكب الجريمة. تمام. لو انا معايا ايصال امانة، خلينا ناخد مثال ايصال امانة عشان هو اكثر انتشارا مع الناس. معايا ايصال امانة، من وقت ما بقول لك ادفع لي ايصال الامانه هنا ارتكبت الجريمه. خلاص بقول لك هات لو سمحت الفلوس اللي ليا عندك، وانت تقول لي لا، هنا ايدك انتقلت من ايد امينه على الشيء كوكيل عني. تمام. الى انك خدت الفلوس ليك انت. فاصبحت انت هنا نيتك انقلبت الى انك تستحوذ على الشيء. تمام. رفع القضيه وسعادتك حضرت في القضية وقلت الدنيا أجل واتكلمت وعملت مثلا كل حاجة، وجيت في الآخر الراجل انت كده الجريمة بتاعتك ارتكبت، الراجل جاي يقولك لا انا مش عايز فلوس. هيعمل يبقى خلاص هيتنازل. لا، ما هو التنازل بقى تبقى انقضاء الدعوة بالتصالح. والتصالح هنا بيتاخد فيه ايه في الاخر؟ يعني لما يجي تحضر سعادتك قدام القاضي وتقول له انا اتصالحت مع احمد وخدت فلوسي، هياخد خلاص انقضت الدعوه، مفيش دعوه، انقضت. هل هنا في قضايا يعني يمنع فيها التصالح بيبقى حق من حقوق الدوله او حق من حقوق القانون نفسه؟ يعني اشترط قضايا معينه اللي يجوز فيها التصالح، مش كل القضايا. زي ايه مثلا؟ يعني انت بالنسبه لك عندك جرائم مثلا زي التزوير ما فيهاش تصالح. تمام. انت عندك جريمه زي خيانه الامانه دي، ده 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 في القانون منزلهم بمواد، يعني العقوبات الماده كذا وكذا 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 يجوز فيهم التصالح. جريمه الشيك يجوز فيها التصالح، النصب فيها التصالح، في جرائم نص القانون عليها بالتصالح عشان تنقضي الدعوه هنا بالتصالح. انت هنا مش راضي تتصالح، هو حق، انت حق، انت حر، انت حر. تمام. فخدت اللي هنا ايقاف تنفيذ للعقوبه، لكن ما خدتش انقضاء او ما خدتش براءه. انك ممكن تاخد براءه طبعا. طيب امتى هنا بيتم تنفيذ العقوبه من تنفيذ الاحكام، وامتى هنا برضو بنسمع عن اسقاط العقوبه او انقضاء الدعوه؟ ايه الفرق بينهم؟ طيب هم دول ثلاث حاجات. تمام. التنفيذ والانقضاء والسقوط. عظيم. تمام. خلينا نقول التنفيذ. اي حكم واجب النفاذ من حق اي حد وقفك ياخدك ما دام الحكم واجب النفاذ. طيب الحكم مش واجب النفاذ، انت لسه يا عم احمد قلت الشيك مش من احكام الواجبة النفاذ. تمام. الاصل انه يجوز في قانون، القانون بيقول ايه؟ الاصل للقاضي انه اي حكم يصدره مع النفاذ على طول بدون حكم نهائي. لا، عايزين نفرق بين حكم واجب النفاذ وحكم نهائي. ايوه. حكم واجب النفاذ يعني بمجرد صدوره من محكمه اول درجه اللي هي المحكمه الجزئيه يبقى لازم انفذ، حتى لو عملت استئناف اعمل استئناف وانا بنفذ مثلا. تمام.
الحكم النهائي اللي حكم خلص خلاص ما بلهوش اي طريقه تاني، يعني خلاص عديت اول درجه وعملت استئناف وحضرت في الاستئناف وبقى نهائي. تمام. وفي حكم بات، يعني احنا عندنا حكم اول درجه وحكم نهائي وحكم بات. الحكم البات ده اللي طرق الطعن فيه انتهت، تمام. لا بس احنا بنقف عند الحكم النهائي. انت معاك حكم نهائي عليك حبس سنه، كده انت واجب تنفذ ما دام عليك حكم نهائي بالسنه. طيب عليك حكم ابتدائي بالحبس سنه. لو الحكم مكتوب فيه واجب النفاذ يبقى لازم تنفذ واعمل استئناف، وممكن تطلع براءه في الاستئناف، بس مش من وقت ما تعمل الاستئناف لغايه ما جلسه الاستئناف انت المفروض محبوس. ولو اتمسكت هتتحبس. وضحت كده؟ وضحت. تمام. فده الحكم اللي واجب النفاذ، وده الحكم اللي هو يجوز استئناف. تمام. انما بقى انقضاء الدعوه ده موضوع تاني بقى خالص. ازاي بقى؟ تمام. عندنا حاجه اسمها انقضاء الدعوه وسقوط للعقوبه. يعني ايه؟ يعني انا اديك مثالين ليهم. انا مثلا خدت من سعادتك ايصال امانه، وانت رحت رافع قضيه عليا وانا خدت حكم غيابي. تمام. قعدت 3 سنين انا الحكم الغيابي ده الدوله ما نفذتش عليا حاجه ولا عارفه تمسكني. بعد ال3 سنين تمام لا اعلنت بيه مع شخصي من قبل النيابه العامه ولا تنفذ عليا ولا اتمسكت. اروح اعمل بقى ايه؟ معارضه واعمل حاجه اسمها انقضاء. انقضاء بالمده؟ انقضاء الدعوه الجنائيه. بمده معينه؟ بال3 سنين في الجنح. مش كانت 5 بتهيألي ولا؟ لا هجي لك في الخمسه، الخمسه ده للسقوط. عشان كده بقول لك ده في فرق بين ده وده، على فكره دي من الحاجات الصعبه. يعني 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 حتى زمايلنا الصغيرين من القانونيين لازم يشتغلوها كويس عشان تتفهم، ما بتتفهمش قوي بالشرح، الممارسه فيها افضل. تمام. فهنا لو قعدت 3 سنين حضرتك مزوغ وهارب ومش عارف انفذ عليك تنقضي الدعوه الجنائيه. اروح اول ما تمسك او حتى من غير ما تمسك بعد ما يعدوا 3 سنين واتاكد انهم خلصوا، تمام، اروح عامل معارضه، واول كلمه اقولها للقاضي في المعارضه انا بدفع بانقضاء الدعوه بمرور 3 سنين. يبص شوف الحكم بقى له قد ايه والمعارضه بقى لها قد ايه، واثناء الفتره دي مفيش عمل من اعمال التحقيق ولا التحريات ولا الاعلام، مفيش اي اطار اخر، يعني مثلا راح يطلع بطاقه، راح مش عارف يعمل ايه، يظهر كل الكلام ده الدوله بدات تعمله دلوقتي. يعني انت تروح تطلع رخصه عربيه او رخصه القياده يقول لك لا مش هعمل لك الاجراء، معارضه مثلا، هات لي شهاده، هات لي بقى ما يوفي انك عملت معارضه، وممكن يعدي. يعني ما احنا يعني يعني خلينا نبقى واقعيين. في الكويس وفي الوحش. استاذ احمد هنا معلش، لو في حد تم يعني اصدار عقوبه عليه بمده محدده وخلاص هيتم التنفيذ عليه، هل هنا الراجل ده او الشخص ده لو اتوفى في الحال يعني، هل هنا العقوبه ممكن بتنتقل مثلا لاحد الورثه، ولا هنا خلاص بتقف العقوبه لحد هذا الشخص؟ عندنا مبدا يقول لك ايه، شخصيه العقوبه. يعني شخص الشخص ايا كان نوعها، ايا كانت ايه هي، يعني فلوس، قاتل قاتل، حاجه خاصه بالبنوك، حاجه خاصه غير أي البنوك، ايا كان. يعني سعادتك ليك شيك عند واحد بمليون جنيه ورافع جنح، الراجل ده مات، مش هتعرف تحبس عياله. امال ليه دايما الشائع او بنسمع بس هقول لك على حاجه، ان هنا في جزئيه مهمه قوي، لان احنا كنا بنتكلم فيها قبل كده بره الهوا. اتفضل. ان في البعض يمكن مر بحاجة شبيهة ليها، يعني أوكي. ان في حد كان ممكن مقترض بعض الفلوس او من البنك يعني مبلغ معين، ومع وفاته المفروض المبلغ ده هنا بيسقط من عليه او بيبقى في تأمين عليه. لا نفرق، بيبقى في تأمين عليه. لا يا فندم فرق بحاجتين، فبيطالبوا الورثة ان هو الفلوس تاخد من الحساب بتاعهم. لا لا. فنوضح الموضوع عشان هنا الموضوع شائك في بعضه. حاضر حاضر. أيوة. احنا اي جريمة زي ما اتفقنا شخصية، تمام، لا يجوز ان انا حاسب ورثته او مراته او عياله او اي ايا كان من الورثه. تمام. لكن اقدر اطالب بالدين اللي على الجريمة من ورثته.
يعني انت زي حتى مع صدور حكم اقول لحضرتك انت معاك شيك بمليون جنيه على واحد والراجل مات خلاص مش هتعرف تحبسه مات ومش هتعرف ترجع بالحبس على حد لكن تقدر لو الورثه ورثوا منه شيء ترجع عليهم بما قال اليهم من ميراث لانه لا ترك الا بعد سداد الدين تمام هتيجي تقول لي لو ما تركوش حاجه حظك وحش ما فيهاش يعني هنا الشخص ده لو كان توفى وعليه حكم مثلا ماشي البنك رفع عليه قضية والبنك واخد عليه حكم جنائي بس هنا البنك يقدر يطالب الورثة بتوعه بعد حتى صدور الحكم يقدر ووفاته يقدر يرجع على الورثة بس بشرط ايه بقى بما قال اليهم الميراث يعني هم ورثوا من ابوهم فلوس 100,000 تمام وكان عليهم دين 200,000 يقدر يرجع عليهم في حدود ال 100,000 بس ما يقدرش يرجع بال 200 والمية التانية خلاص بقى وعشان كده البنوك بتعمل حاجه لطيفه دلوقتي بتعمل زي شهاده تامين تامين على الحياه عشان يعني شركه التامين في حاله الوفاه والاسره ما حدش بيعرف اصلا يثبت قوي ان الورثه دخلت فكرنا نتكلم على الموضوع ده يا استاذ احمد مهم قوي الموضوع ده مهم قوي اكتر من حد كان اتكلم فيه قبل كده يعني على المنطقه دي وان هنا في بعض شركات التامين ممكن بتحاول يعني هنشوف الاطر اللي هي المحدده والناس المحترمه نتكلم عنها والناس اللي هي ممكن يعني في بعض المشاكل عليها اللي هي المراوغه شويه برضو لازم نوضحها للناس اللي هي توضح لهم ايه هي حقوقهم القانونيه وفي نفس الوقت برضو لو لا قدر الله حد تعرض ليها في يوم من الايام ازاي يتصرف تمام حاضر مهم قوي حاضر نورتنا جدا كالعاده يا استاذ احمد ميرسي يا فندم شكرا جدا لحضرتك طبعا كالعاده مع المستشار احمد فوزي والفقره القانونيه ودايما احنا هنا ايه يعني الحمد لله من خلال الفقره دي اهو بقالنا سنين بنحاول يعني نتكلم الكلام القانوني بدردشه ان احنا بنطلع الاساس بتاعنا من ناحيه القانون تعرف حقك ايه وليك ايه وعليك ايه وفي نفس الوقت برضو ما تبقاش خايف لما تطالب بحقك وكمان لما تطالب بحقك تطالب بيه ازاي طبعا اي سؤال اي استفسار خاص باي شيء قانوني ابعتوا لنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وانبوكس بكره معكم ان شاء الله بقى ايه حلقه جديده الساعه 6:30 وانبوكس يلا سلام